السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات في برنامج التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسعدني أن ألتقي معكم اليوم في المحاضرة 12 من اللقاءات الحية لمقرر محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416 والمقررة على طلاب المستوى السابع تخصص المحاسبة. احنا نعتبر حضرات خدنا جزء كبير وخلصنا الحمد لله، باقي بعض الحاجات في الضريبة. فأنا هشرح لكم اليوم ترحيل وخسائر وبعض الحالات الخاصة. بالنسبة لترحيل الخسائر حضرات، يحق المكلف ترحيل الخسائر التشغيلية المعدلة للأغراض الضريبية إلى السنوات الضريبية التي تلي سنة الخسارة دون التقيد بمدة محددة وفي حدود 25% من الربح السنوي من خلال إقرار المكلف. يعني إذن النظام الضريبي لم يحدد مدة معينة لترحيل الخسائر، يعني المنشأة إذا حدثت فيها خسارة، طبعا السنة اللي فيها خسارة ما فيهاش ضريبة، السنة الثانية لما يحصل ربح من حقها تخصم خسارة السنة الماضية من ربح هذا العام، لكن بشرط ألا يزيد المبلغ الذي يخصم عن 25% من الربح المقدم في الإقرار. يعني المكلف زي ما يقدم إقراره نقول له خلاص حدودك 25% من الرقم اللي مقدمه في الإقرار بدون تعديل، يعني من غير ما رجل الزكاة يعدل أو رجل الضريبة يعدل. على سبيل المثال احنا عندنا تمرين اهو، كانت الخسارة الضريبية المرحلة حتى نهاية 2016 لشركة الفهد العسيري 2,675,000 ريال بناء على الربط الضريبي. وليس إقرار المكلف. وفي 25/2/2018 قدمت الشركة إقرارها عن 2017 بربح قدره كام؟ بربح قدره 1,890,000 ريال. وعند فحص حسابات الشركة قامت مصلحة الزكاة برد بعض المصروفات غير جائزة الحاسب من وعاء الضريبة للشركة تبلغ قيمتها 250,000 ريال. طيب ما هي، يعني أنا لو قلت حضرات على هذا المثال اللي هو مثال اللي خاص بخسائر المرحلة أهو، هو مثال الخسائر المرحلة اللي هو صاد كام يا شباب عندكم؟ صاد كام؟ أنا عندي هنا صاد 173، عندكم صاد كام؟ اللي فتح المذكرة صاد 173 معي. المثال ده حضرات بيقول لي الأرباح من خلال إقرار المكلف 1,890,000 ريال. الخسائر المرحلة من العام السابق، خسائر المرحلة من العام السابق كانت 2,675,000 ريال. هنا حضرات عايزين نشرح هذا المثال. ولو احنا قلنا في هذه الحالة
تكون الخسائر المسموح بخصمها كام؟ الخسائر المسموح بخصمها كام؟ هل 402 يعني ألف 472 وخمسمية ب 400 75 وخمسمية جيم 400 وهكذا يعني. ماشي، كم هنا حضرات، كم الخسائر المسموح بخصمها؟ حد يعرفها؟ 472 و500. طيب هنا 472 و500 صح، بس خلي بالكم دي جت منين. هذه هو الاجابه الصحيحه 472. ماشي، اتحسبت ازاي حضرات؟ الخسائر المسموح بخصمها هي عبارة عن 1,890,000 ضرب كام؟ ضرب 25%. ضرب 25% هو الناتج 472 472 و500. طيب عايز احسب يا حضرات الارباح التي تحاسب عليها هذه شركة الفهيد والعسيري. الفهيد والعسيري، عايز احسب الارباح التي تحاسب عليها شركة الفهيد والعسيري بعد خصم الأرباح. بعد خصم الأرباح هل هي مليون؟ يعني مليون 1.7 1.67 6,500 جيم 1,6,6,7 1,6,6,7,500 ماشي. بعد خصم الأرباح شوفوا يا شباب، الأرباح أصلا الأرباح من خلال الإقرار، الأرباح من خلال الإقرار 1,890,000 تمام. يخصم منها ايه؟ يخصم منها اللي هو الخسائر النظامية. يخصم منها الخسائر النظامية اللي هي قلنا عليها احنا من شوية 472,500 تمام. يضاف إليها بيقول لي هنا إقامة مصلحة الزكاة، هيئة الزكاة والدخل برد بعض المصروفات غير جهيزة الحصر معاه تبلغ قيمتها 250,000، بيضاف إليها 250,000 ريال. الناتج يا شباب هو عبارة عن الناتج هو الربح الضريبي أو الوعاء الضريبي.
تمام. مش عارف لو خدنا 1,890 ضفنا 472 ضفنا عليه، هي اصلا محلول اصلا هي. موجودة على 1,667,500. 1,667,500 هي الساعة حضرات. اهي 1,667,500. ماشي يا شباب، ده اللي هي هذه الجزئية. هشرح جزئية تاني وبعدين هروح الأمثلة أو للتمارين اللي في الآخر يا شباب، اللي هي قواعد المحاسبة لمحاسبة شركات التأمين. يقول لي شركات التأمين حضرات يتم احتساب الدخل على أساس أيهما أكبر. يعني نحسب نصيب الفرع من الأرباح العالمية للشركة أو الربح اللي هو أقره الفرع وناخد أيهما أكبر. تمام؟ بالمرة قبل ما أدخل في شركات التأمين حضرات، الربح الناتج هو الربح الضريبي أو الوعاء الضريبي. إذا كان المطلوب حساب الضريبة، إذا كان المطلوب حساب الضريبة يبقى اللي هو 1 تساوي، أهي لو أنا عايز أحسب الضريبة تساوي 1,667,500 ضرب 20%. ماشي، ده حضرات هي بالنسبة لهذا المثال. بالنسبة حضرات لشركات التأمين باخد أيهما أكبر، اللي هي إيه؟ بيقول لي أعرف التأمين من ناحية قانونية، ماشي، وفي حالة خطر أما على أساس الربح، ماشي، ويكون حساب الربح الخطر الضريبي إما على أساس الربح المحلي أي الربح الذي تظهره القوائم المالية أو على أساس الربح بموجب المعادلة أيهما أكبر، اللي هو نصيب الفرع من شركة من نصيب الفرع من الأرباح على مستوى العالم، يعني كل أرباح الفروع جمعناها ونشوف نصيب الفرع كام ونشوف النصيب اللي أقره الفرع ومقدمه فيه إقراره الضريبي كام وناخذ أيهما أكبر. ماشي، يقول لي فيما يلي: إحدى شركات تأمين زملاء نشاط تأمين العام غير الادخار في المملكة للإنسان المالية، بلغ صافي دخل الفرع حسب ربط المصلحة والدخل 14 مليون. ده حضرات يعتبر أنا حضرات في صاد 174، يبقى 14 مليون ده بتاع شركة التأمين أو فرع الموجود في المملكة العربية السعودية. بلغ دخل الشركة على مستوى العالم 115، بلغت الأقساط المحصلة 210، بلغت الأقساط المحصلة في الشركة العالمية 1,700 مليون. ماشي، 210 مليون ده 210 مليون. المفروض يا حضرات أنا لو عايز احسب يعني شركات التأمين يحسب الربح الضريبي ايهما اكبر. مين هما ايهما اكبر؟ اللي هو الربح المقدم من الفرع الموجود داخل المملكة او نصيب الفرع اللي هو الفرع اللي موجود في المملكة من الأرباح العالمية. طيب هتحسبها ازاي العالمية؟ هحسب العالمية عن طريق ايه؟ هحسب العالمية اهي، واقول لك طبعا الربح المقدم من الفرع الموجود داخل المملكة ده من خلال إقرار ونصيب الفرع من الأرباح العالمية والتي تحسب كالآتي. هحسب الآتي حضرات: أول حاجة بلغ صافي دخل الشركة العالمية 115، يبقى آخذ حضرات دخل الشركة العالمية، دخل الشركة العالمية ضرب، ماشي، ضرب حاجتين في بعض، إن أنا هفتح قوس ماشي وهقول لحضرات الأقساط المحصلة في الفرع، الأقساط المحصلة
في الفرع تقسيم الأقساط لكل الفروع هي خاصة بهذه الشركة بس. ماشي يا شباب، لو بصيت حضرات في المثال اللي عندنا هنجد اللي هو نصيب الفرع من أرباح العالمية والشركة المقدم في الإقرار، ناخد أيهما أكبر؟ تمام. فهنا الدخل من خلال حساب نصيب الفرع من الشركة العالمية طلع 14 مليون 205، الدخل وفقا لربط مصلحة الزكاة 14 مليون، وبالتالي يخرج الأكبر 14 مليون 205 ألف 882. طيب الضريبة المستحقة كام؟ الضريبة المستحقة حضرات هي مضروبة في 20%. ماشي يا شباب، أنا هسيب كل ده حضرات وهروح لي الجزء اللي خاص بالتمارين اللي ورا، بس ايه قبل ما امشي كده هاخد مثال صفحة 177 يا شباب، 177 قبل ما اروح التمارين، اللي هو بلغ اجمالي دخل الخطوط المصريه من التذاكر والشحن والبريد خلال العام 18650، ولا يمسك الفرع حسابات منتظمه حسب ما جاء بالنظام، وقد قدم الفرع اقراره في موعده والمطلوب بصفتك المختص الضريبي بالشركه حساب الدخل ضريبه الدخل المستحق على الفرع عن عام 2016، ومديني اربع اختيارات اهو. ماشي، بعمل ايه هنا حضرتك في الحاله دي؟ الخطوط يا حضرات، الخطوط لو تفتكروا في الضريبة المستقطعة وفي الأرباح التقديرية، تمام؟ هذه الشركة حضرات تعمل، ده بلغ إجمالي دخل الخطوط المصرية من التذاكر والشحن والبريد. ماشي، هذه حضرات شركة تعتبر تحاسب وفقا ل بنظام الضريبة 20%. طب ربحها كام؟ قالك الربح التقديري لها 5%. فناخد يا حضرات اللي هو 16 مليون 650 نضربهم في 5%. الناتج اضربه في 20%. تمام؟ يبقى اضرب في 50 في 5% واضرب في 20%. 5% عشان اوصل للربح التقديري. ماشي، والناتج اضربه في 20% لاصل الى اللي هي حضرات الضريبة المستحقة عليها اضربها في 20%. ايضا شركة اريكسون دي موجودة ورا، لو ما جيناهاش نشرحها تاني، بس انا اعتقد انها موجوده. شباب احنا الضريبه المقطوعه على شركه اريكسون دي مش خدناها قبل ذلك؟ طيب 177 تطبيقات الضريبه المستقطعه، تم عرض الضريبه المستقطعه في الفصل الخامس ضريبتها. ماشي، وقعت شركه الاتصالات السعوديه بتاريخ 10/10 عقدا مع شركه اريكسون للاتصالات وهي شركة غير مقيمة، وذلك تقديم خدمات تجارية بلغت قيمة العقد ملياري ريال يسدد على دفعتين. أولا حضرات الاتصالات الضريبة المستقطعة بتاعتها كام؟ شركات الاتصالات اللي هي إيه؟ ها؟ شركات الاتصالات اللي هي بتزاول نشاط ولا يوجد لها مقر رسمي وهي لا تعمل وفقا للنظام السعودي، فتخضع لضريبه مستقطعه مقدارها الاتصالات. ها 5%، صح، شكرا يا فاطمه.
يبقى اذا احنا حضرات هنعمل ايه في الحاله دي؟ هناخد المبلغ ونضربه في 5% كله بدون حسابات لا تكاليف ولا غيره. ماشي؟ تمام؟ يبقى اذا هنا في المثال حضرات جاي ان واخد المليار وضاربه في 5%، وبعدين واخد المليار الثاني وضاربه في 5% على اساس انهم دفعتين، يعني جاب ضريبة الدفعة الاولى وبعدها جاب ضريبة الدفعة الثانية. أسئلة الفصل السادس حضرات، يقول لي شركة مساهمة أجنبية بدأت نشاطها في المملكة بتاريخ كما بلغت أرباحها للفترة إلى كذا، وحيث أن مصلحة الزكاة والدخل قد وافقت على دعم فترة قصيرة، فالربح الضريبي الافتراضي السنوي هو. المثال ده حضرات خدنا مثله صح؟ بس في هذه الحالة انه الارباح هي كلها 400، وارباحها من 1/9 ل 30/12، من 1/9 ل 30/12 اللي هم 4 شهور 400، وبعدين ارباحها من 1/1 ل 30/12 مليون و400 الف ريال، الضريبة الافتراضية السنوية هي كام يا شباب؟ فالربح الضريبي، الربح الضريبي كام يا شباب؟ الربح الضريبي الربح الضريبي الافتراضي السنوي كام يا شباب؟ الربح الضريبي الافتراضي السنوي كام؟ مش مهم اللي موجودين، ممكن يكون فيهم غلط يا جماعة، بس شوفوا لنا انتوا ايه اللي ما في حد حسبها. ب مليون 350 الربح الضريبي السنوي والافتراضي، هنا 400 وهنا مليون و400، مليون 800 صح، مليون 800 ممتازة والله فاطمة، بارك الله فيك، وفقك الله، بارك الله فيك. طيب الإجابة الصحيحة مليون 350. حققت شركة أجنبية مساهمة تعمل داخل المملكة أرباحها للفترة من غرت إلى 30 من نفس السنة، دفعت عنها ضريبة مقدارها 65,000 ريال، ويكون إصراف الربح عن هذه الفترة هو. هنا حضرتك جايب لك الضريبة وعايز توصل للربح.
جايب لك الضريبة 5 وست، كم؟ 65,000. ها بل تستحقين مشاركة والله، درجة مشاركة يعني. شكرا. لا هي 65,000 لو ضربتيها فيها 20%، مش كده بقى. لا لا هو هي صح ده، لكن هي صح ده، ده صح، ده 325. هي المفروض تتحسب 65,000 في 100 على 20، يعني 65,000 في افتح قوس 100 على 20. طيب مقاول اجنبي للسنه الاولى حصل على عقد مقاوله في المملكه قيمته 10 مليون ريال لنفذ على 3 سنوات، تقدر التكاليف بمبلغ 2 مليوني ريال للسنه الاولى، 3 مليون ريال للسنه الثانيه، 3 مليون للسنه الثانيه. المطلوب تحديد الربح الضريبي وايرادات السنه الضريبيه المستحقه كل سنه. الربح الضريبي يكون، هو بيتكلم على السنه الاولى دلوقتي صح؟ الربح الضريبي يكون انت على السنه الاولى، كام السنة الأولى يا شباب؟ ربح السنة الأولى كام؟ اللي هو ده تمرين، عندي تمرين 3 من الفصل السادس اهو. لو عايز احسب انا الربح الضريبي، الربح الضريبي للسنة الأولى، الربح الضريبي للسنة الأولى، دي طريقتين يا جماعة. الربح الضريبي للسنة الأولى إن يحسب إيراد السنة الأولى ثم نطرح منه التكاليف، لأن التكاليف موجودة. وفي الحالة دي يا حضرات لو عايز أمشي على الطريقة دي، الإيراد هنرجع ضريبة السنة الأولى إما يحسب، إما يحسب إيراد السنة الأولى ثم نطرح منه التكاليف وهو كالآتي، وهو كالآتي. إيه هو الآتي؟ إن أنا هاخد 10 مليون ضرب 10 مليون ضرب تقدر التكاليف 2 ضرب 2 تقسيم 8، ضرب 2 تقسيم 8 يساوي 2,500,000 ريال. ده الإيراد. بعد كده يحسب الربح، ماشي، اللي هو 2,500,000 نطرح منهم التكاليف اللي هي 2 مليون، ماشي، يعني الربح هيبقى 500,000. ماشي، شكرا ليك، بارك الله فيك. صح. طيب
هنا بالربح اللي هو جيم. وخلي بالكم يا شباب، هذا يطبق في اي سنه من السنوات. الحاله الثانيه يا حضرات، الطريقه الثانيه يتحسب بها الربح، الطريقه الثانيه بدل كلمه العقد كله، بدل ما اخد مبلغ العقد اللي هو 10 مليون، هاخد الربح بس. الطريقه الثانيه اللي هو الربح، نفس الوضع، الربح ضرب تكاليف السنة تقسيم إجمالي التكاليف. يعني معناه الربح كام؟ لما أجي أحسب الربح، الفرق بين العقد أو الفرق بين إجمالي العقد، فرق بين اجمالي العقد والتكاليف، والتكاليف فرق بين اجمالي العقد والتكاليف، يعني اللي هو 10 مليون طرح 8 مليون، ماشي. الناتج 2 مليون، الناتج 2 مليون، ماشي. الربح الفرق، ماشي. يبقى اذا يبقى يحسب يحسب ربح العام الاول 2 مليون، طبعا 2 مليون ضرب 2 مليون ضرب التكاليف كام؟ التكاليف 2 تقريبا، التكاليف كانت ضرب 2 تق سين 8، الناتج 500 ألف، ماشي. طيب مقاول أجنبي حصل على مقاولة 10 مليون نفذ هذا السنة وتقدم التكاليف اللي هو 4، وعليه فإن الربح الضريبي للسنة الثالثة من العقد وفق طريقة نسبة الإنجاز يعتبر كام؟ هو المثال يا جماعة، هو المثال اللي فوق، بس في تعالى ربح السنة الثالثة. لا عايز ايه؟ ربح السنة الثالثة، ربح العام الثالث. حد يقول لي كام ربح العام الثالث؟ دال، والله انا هاخدها اللي هي عبارة عن 2 مليون ضرب كام؟ 3 تقسيم 8، 2 يبقى 2، أضرب أفتح قوس 2 تقسيم 8 بتساوي، لأ 3، 2 ضرب 3 تقسيم 8 75%، 750 ألف ريال. دال الإجابة صحيحة. طيب أرجع للضريبة المستحقة على العقد في السنة الأولى كام؟ الضريبة المستحقة للعقد في السنة الأولى كام؟ في 20 بتساوي يعني الاختيار ب، انتظر إجابة ثانية شباب. ريما دال 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 كله دال 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 750 ألف ليه؟ بارك الله فيك يا ريما. لأ هو الربح كله بتاع السنة الأولى، أصلا كل الربح 500 ألف، تمام. الربح كله 500 ألف، الضريبة 20%،
ايوه بقى السنه الاولى صح. رقم 6، شركة أجنبية بدأت نشاطها في المملكة في 1/5/32، بلغت أرباحها من 1/5 إلى حتى 100,000، أرباح من 1/1 حتى، فإذا أرادت الشركة أن تعامل ضريبيا لضمن فترة قصيرة إلى السنة التالية على أن تبدأ سنتها المالية في 1/1، فيكون الوعاء اللي تطبق عليه الأسعار الضريبية السنوية هو 54,000 مليون و800 غير جائز 100,000. غير جائز جيم غير جائز. حد تاني يا شباب؟ فين انا صافي ليه التمرين كامل يا شباب؟ غير جائز ضريبيا و100,000 و180. حد تاني حضرات غير جائز؟ حد شايف تاني معانا؟ الغير جائز ليه؟ اللي هو 6، تمرين 6 للفصل السادس. تمام، تمرين 6 الفصل السادس يعني معناها من تمرين الفصل السادس اللي هو حضرات اللي هي شركة أجنبية تريد ضم الفترة القصيرة إلى العام التالي لها او القادم. ايوه شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك، ممتازه فاطمه، بارك الله فيك. هنا حضرات ضمن الشروط الا تزيد الا تزيد فتره التحاسب عن 18 شهر. لو جينا حضرات نحسب اللي جوه من 1/5 يعني معناها 1/5 و6، يعني معناها يعني الفترة التي يريد التحاسب عنها هي 1 2 3 4، اللي هي 8 شهور إضافة للعام كاملا اللي هو 12 شهر الناتج 20 شهر. يبقى إذا لا يجوز ضم الفترة، يعني إذا الإجابة هي رقم جيم صح. ماشي ماشي يا شباب. المساندة حضرات هي استفسارات والرد عليها،
لكن أرى أنكم تستمعون فقط. وفقكم الله. من لديه استفسار يتفضل. من لديه استفسار يتفضل. إذا كان الربح 8، إذا كان الربح الضريبي 7 مش موجود يا شباب. إذا كان الربح مع 7 على المشاهد خلال الضريبة 200 وتم تعديل الضريبين بإضافة 50 وخصم 20 كفروق زمنية، وكان سعر الضريبة 30%. أنا عايز أشيل ال 30 دي أخليها 20. خليها 30 عشان الخيارات مأمونة على 20 على 30. وكان سعر الضريبة 30% فإن حساب فروق الضريبة هي. احنا حلينا التمرين ده حضرات زيه، لكن احنا ممكن نغير كده. وكان سعر الضريبه اخلي كان، وكان سعر الضريبه خليه يتمشى مع اسعار الضريبه في المملكه. وكان سعر الضريبه 20% ماشي، خدنا زيه، وبالتالي فان الفاحص الضريبي عليه وحق نقطتين في البعض، وهسيب كلمة القيم بالريال. فإن الفاحص الضريبي عليه أول ألف مطالبة المكلف بدافع 6000 ماشي، ده دي ألف ب مطالبة المكلف بدافع 9000، جيم رد مبلغ للمكلف قدره 6000، وبعديها رد مبلغ قدره 9000 أو مطالبة المكلف بدافع مبلغ برضه 9000 ريال. أي الإجابات؟ نحل على أي نسبة؟ 30 أخليها 20، أنا غيرت. ما هو أنا رقم 8 أهو، 8 صاد 8 8 8 تمرين 8 من الفصل السادس، تغير نسبة الذكاء، نسبة الضريبة إلى 20%، ماشي. والبدائل أهم، بدائل هي ألف يطالب المكلف بدافع 6000، ب يطالب المكلف بدافع 9000، جيم 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 يطالب المكلف، لا يرد للمكلف 6000، دال يرد للمكلف 9000، يطالب بدافع 6000 صح ماشي. يبقى إذن ده حضرات اللي هي دي اللي احنا عدلناها.
خلاص انا عدلته عندي ماشي. مطالب بدفع 6000 صح، مطالب المكلف بدفع 6000 اللي هي الفرق ما بين ال 50 وال 20 30، في 20% ب 6000. أجنبي يمارس مهنة حرة بالمملكة عند الفحص الضريبي في يتضح أنه قدر يضع 150 ألف ريال ضمن المصروفات، منها 130 ألف ريال أجور، مع العلم أن الأجور الشهرية 10000 ومبلغ 20 ألف ريال مكافأة ترك الخدمة لأحد العمال تنتهي مدة خدمته في 30/3 العام القادم، لأن التعديل الواجب لوعاء الضريبة يكون إضافة 90 خصم 90، إضافة 30 خصم 30، وإلا حصل مع أدرج 150 ضمن المصروفات منها 130 اجور عمال، مع ان الاجور الشهريه 10000 ومبلغ 20000 ريال مكافاه ترك خدمه، 20000 ريال مكافاه ترك خدمه. يضيف كام يا شباب؟ يضيف كام يا شباب؟ يدفع 6000 صح خلود جزاك الله خير. فاطمة يضيف 30000، والله قد يكون صح. اللي هي ال20 اللي هي خاصة ب مكافأة ترك خدمة، هي عندكم 2000 يا شباب ماشي، هي 2000 بس هي 2000 هي 20، هو في صفر ناقص، ربما يكون صفر ناقص عندك، خليها 20000 في الكتاب يا شباب ماشي تمام. ده عند الفحص الضريبي في 30/12 من حضر ضمن 150000 ريال ضمن المصروفات ماشي يا شباب تمام. إضافة 30 20 من 10 هي 150000 ضمن المصروفات، منها 130 إضافة 120 تمام يا شباب. هنا 130 واجور المفروض تكون 120، هنا 130 وطرحها 14 صح، يبقى فعلا 10000 ومكافأة ترك الخدمة لأحد العمال تنتهي مدة خدمته 30/3 العام القادم، هذا مصروف مقدم يضاف، يبقى إذا إضافة 30000 ريال هذه هي الإجابة الصحيحة. الديون المعدومة 10 الديون المعدومة المحصلة التي لم يسبق اعتمادها من الإدارة الضريبية ضمن الديون المعدومة في سنة إعدامها لا تخضع للضريبة ولا تخضع، نضيف للمكافأة لا تخضع، نطرحها 10. النتيجة النهائية للمثال السابق الثمن السابق حضرات هي إضافة 30000 للربح ماشي كلامك صح. المكافأة 20000 ما تنفعش، تعتبر لا تعتبر من ضمن التكاليف وجبة الخصم لأنه لسه يطلع العام القادم، و10000 كمرتبات أيضا لا تعتبر، وبالتالي هنضيف 30000 أو الفاحص الضريبي هيضيف حضرات 30000 ماشي. طيب آخر حاجة هنكتب بيها أهو 10، ما هو حل 10؟ الدين المعدوم المحصل لما يسبق قاسم دائما عبارة ضريبية ضمن الدين المعدوم في سنة دائمية لا تخضع لا شيء مما ذكر. ماذا ترون الحاضرين والحاضرات؟ ماذا ترون في هذا؟ رقم 10 لا تخضع. ليه؟ الدين المعدوم التي لم يسبق اعتمادها من الإدارة الضريبية ضمن الدين المعدوم في سنة دائمية لا تخضع للضريبة في سنة تحصيلها. لا فعلا صح. ليه؟ الديون المعدومة حضرات تعتبر من ضمن التكاليف واجبة الخصم بشروط المال. طيب افرض وافقت عليها مصلحة او هيئة الزكاة والدخل
وبعد كده الديون دي اتحصلت، اذا حصلت وكانت الهيئة وافقت عليها عند عدمها فعند تحصيلها تعتبر ايراد، ان لم تكن وافقت عليها فلا تعتبر ايراد سنة تحصيلها. ماشي يا شباب. انا باجي اعتبر يا حضراتكم احنا خلصنا، ماشي احنا خلصنا يا شباب، لكن لو بكرة في محاضرة لو عندكم استفسارات مفيش مشكلة، هكمل معاكم التمرينين الباقيين في هذه الفصل السادس ولو عندكم اي استفسارات. ماشي يا شباب، احنا يفضل يكون عندكم استفسارات يعني نغطيها ان شاء الله. ماشي يا شباب، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، سعدنا باللقاء معكم في هذه المحاضرة التي كانت فعالة وفيها تفاعل معكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نلتقي معكم المحاضرة القادمة بإذن الله، وهي لي إذا كان عندكم شيء أنا ما في مشكلة، لكن أنا بالنسبة لي سوف أكمل باقي تمرينين أو ثلاثة أحلهم في هذا الفصل فقط. عندك سؤال من المحاضرة السابقة ما في عندك محاضرة ما في مشكلة، ممكن تسأله الآن، بس الآن لو تقدر تخلي بكرة أو تبعته لي على المنتدى. ماشي، عشان حاليا 10:37 وبعض الطلبة مشيت من الليل. ماشي خلاص، ماشي، في انتظارك بكرة وترسلوا على المنتدى تحت أمركم. شكرا لكم السادة الحضور، بارك الله فيكم، تفضلوا مشكورين في حفظ الله. نلتقي معكم غدا في المحاضرة الأخيرة والتي أنتظر منكم استفساراتكم، لأنه بالنسبة نحن نعتبر غطينا جزء كبير من المقرر، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا مشكورين في حفظ الله.